السلام عليكم ورحمة الله. 12/12/2012 كانت بداية انطلاق كيان صناع النهضة، ذلك الكيان الذي حلمنا أن يكون هو ملاذ لأحلامنا في التغيير الحقيقي والملموس على مستوى مجتمعنا. والحمد لله ها هي تأتي الذكرى الرابعة لتأسيس هذا الكيان 12/12/2016، وقد حققنا بحمد الله تعالى وفضله الكثير من الإنجازات والمشاريع والبرامج، وطورنا منظمتنا لتكون كيان مؤسسي فاعل حقيقي، ليكون قادر على تنفيذ مشاريع حقيقية تسهم مع غيرنا في بناء الإنسان القادر على الفعل والنهضة، ولنصير من خلال التركيز على هذا الإنسان الفاعل لنصير مثلنا مثل بقية المجتمعات التي ركزت على هذا الإنسان الفاعل ووصلت إلى ما وصلت إليه اليوم بفضل التركيز على التعليم وبناء الإنسان. وفي هذا المقام نشكر فريق عمل صناع النهضة من موظفين من متطوعين، نشكرهم كثيرا على جهودهم وتفانيهم في العمل. نشكر كل الداعمين، كل من وثقوا بنا، كل أصدقاء منظمتنا، ونعاهدهم بعون الله تعالى أن نستمر نحو تحقيق أهدافنا ونحو تحقيق تأثير حقيقي في المجتمع. 12/12/2016 صناع النهضة، تأثير وريادة. عمار الصوفي، ماليزيا، كوالالمبور.